إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم يا إخوة، الإخلاص رأس المال الكنز في كل عبادة. تنبه للإخلاص في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الدعوة إلى الله. تنبه للإخلاص، لأن الشيطان حريص على إفساد الإخلاص. تقدم معنا أن الشرك الأصغر الرياء خفي يتسلل كدبيب النمل. وبعض الناس يدعون إلى الحق، لأن بعض الناس والعياذ بالله يدعو إلى الباطل، هذا ظل ضلالا مبينا. الذي يدعو إلى البدع أمام السنة ويحارب السنة ويحارب أهلها ويعقد المؤتمرات من هم أهل السنة ليقرر أن أهل البدع هم أهل السنة، هذا ظل ضلالا مبينا، يدعو إلى الباطل ويقرر الباطل. لكن قد يدعو الإنسان إلى الحق لكن لا يدعو بحق، قد يدعو إلى التوحيد لكن بغير إخلاص، فلا يكون داعيا لله. ينتفع الناس بدعوته ولكنه هو لا ينال خيرا بهذه الدعوة. فيجب علينا يا إخوة في دعوتنا أن نعرف أن ندعو إلى حق وأن ندعو إلى الله، وهذا الإخلاص، لا لأنفسنا ولا إلى جماعاتنا ولا إلى شيوخنا، ندعو إلى الله وينتفع بالحق أهل الحق، ولكن الدعوة إلى الله، وأن تكون دعوتنا إلى الحق بحق، فنلتزم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ندعو إلى الله ببدعة، وأن لا ندعو إلى الله بما خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.